امبارح بالمناسبه استكمالا لكلامنا عن ماتش طبعا الاهلي والبنك الاهلي، امبارح كابتن سامي قمصان عبر عن سعادته بهذا الفوز اللي حققه الفريق امام البنك الاهلي، وقال الفريق حقق يعني المطلوب امام البنك الاهلي وحصد الثلاث نقاط ليستمر في التربع على قمه ترتيب جدول الدوري حتى هذه اللحظه، نسير بخطى ثابته في جميع المباريات التي ناخذها في البطوله او حتى في كاس مصر، خاصه قبل السفر الى المغرب والاستعداد لكاس العالم للانديه التي ستقام في مطلع الشهر المقبل ان شاء الله. تابع كلام وقال الفريق يغادر القاهره يوم 28 يناير القادم استعدادا لخوض مباريات كاس العالم للانديه، مؤكدا ان الفريق لديه طموحات كبيره للوصول الى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة. طبعا كلام جميل وإن شاء الله خير وإن شاء الله يتحقق بحذافيره. تعال نسمع جانب أكبر شوية من تصريحات كابتن سامي قمصان، اتفضل. الحمد لله على الثلاث نقاط، ودي أهم حاجة بالنسبة لنا، الثلاث نقاط مهمين جدا زي ما أنت قلت، والراجل حذر قبل كده من مباراة النهاردة، دايما بعد المباراة الكبيرة بيحصل يعني مش عاوز أقول دروبي، لكن بيحصل يعني مش بتبقى بنفس الدوافع. الراجل اتكلم في النقطة ديت واتكلم في المحاضرة واتكلم بين الشوطين، كان بيأكد على المعلومة دي كتير جدا يعني، واحنا نفس القصة كدورنا، وكابتن سيد اتكلم في النقطة دي. يمكن برضو الغيابات اللي انت اتكلمت عليها، برضو شكل الفرقة أثرت عليه، يمكن كان عندنا كذا تغييرة في الملعب يعني. النهاردة كان هاني حس بشد خفيف امبارح، حسين شحاتة عنده رشح في ركبته برضو خفيف، علي معلول الراجل فضل اللي هو يريحه، فكان برضو لما بتغير 3-4 لعيبة اعتقد بتاثر شويه على الاداء يعني. لكن الاهم ان احنا اخذنا 3 نقاط، وده بالنسبه لنا التحدي الكبير يعني، وان شاء الله بقى نركز في البطوله الكبيره اللي بالنسبه لنا، وطموح كبير ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه ابعد من اللي احنا حققناها ان شاء الله. كابتن سامي، انا عارف ان في تفاصيل كتير جدا شغالين عليها كجهاز فني خلال الفتره الماضيه، مباراه بعد الثانيه كل مباراه اصعب من المباراه اللي قبلها، لكن عايز اسال حضرتك، هل تعثر المنافس فريق فيوتشر ونتيجه التعادل النهارده ادت ارتياحيه شويه للاعيبه النادي الاهلي؟ انا عارف ان مستر مارسيل كولر وانتوا كجهاز طالبين من اللعيبه ان هي ما تركزش مع المنافس، افوز في كل المباريات بتاعتي. هو ده اللي الراجل بياكد عليه كل مره يعني، ان الاهم ان انت عشان تاخد البطوله، بطوله الدوري، لازم انت اللي تكسب الاول يعني، مش هتقعد تنتظر تعثر المنافسين يعني. لكن طبعا بتستفاد طبعا من التعثر ده، ودي حاجه طبيعيه. النهارده بالنسبه لنا النهارده الزمالك بيخسر وفيوتشر بيتعادل، مش عارف بيراميدز عامل ايه لحد دلوقتي يعني، لكن بغض النظر عن النتيجه يعني الحمد لله حاجه ايجابيه ان انت تواصل انتصاراتك وتواصل المكسب وتاخد 3 نقاط مهمين جدا، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن زي ما انا قلت يعني خلاص دي صفحه واتقفلت بالنسبه لنا، عندنا بقى تحدي تاني وبطوله كبيره جدا يعني بتمثلها، بتمثل مصر وبتمثل قاره افريقيا، عندنا طموح كبير جدا، اللعيبه نفس القصه عندها نفس الطموح اللي عاوزه تروح لابعد مكان في كاس العالم ان شاء الله، ونلعب على المباراه النهائيه. فاستعدادنا بقى ان شاء الله من بكره، وان شاء الله السفر يبقى يوم 28، وان شاء الله نركز ان شاء الله يعني. كابتن سامي، انا عارف ان انت قريب كتير جدا من المستر مارسيل كولر، وفي كلام كتير جدا بيدورك بين، اكيد ضر كلام على كاس العالم والتفكير في كاس العالم، النادي الاهلي بدا يستعيد بعض اللعيبه المصابين قبل كاس العالم، المشاركه هذا العام مختلفه، ايه ابرز الامور اللي بيتكلم فيها عن التحضيرات لكاس العالم؟ اكيد هو بيسال يعني على الاجواء عامله ازاي، وطبعا كان عارف النتائج اللي احنا عملناها يمكن السنتين اللي فاتوا، عارف شكل الفرقه، وطبعا هو راجل متابع لكل دي بطوله عالميه يعني، كل مدربين العالم اكيد بيتابعوها يعني، عنده طموح كبير جدا لو يحقق حاجه ايجابيه ويضيف حاجه كبيره جديده للنادي الاهلي، عنده طموح كبير جدا، والجهاز نفس القصه عنده نفس الطموح دوت، ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ونعمل حاجه ايجابيه باذن الله. المرونه التكتيكيه اللي بتدوها للاعيبه، شفنا خالد عبد الفتاح في 3 مباريات بيلعب في 3 مراكز، شفناه بدا كباك رايت، بعد كده بيلعب مساك، النهارده بيلعب كظهير ايسر، اعتقد دي امور مهمه جدا بتبقى في اختياركم لاختيار اللعيب اللي فعلا يلبس قميص النادي الاهلي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه سبب اختيارنا لخالد يعني، طبعا خالد عنده مرونه اللي هو يلعب في كذا مركز يعني، النهارده لعب باك رايت وباك ليفت، والماتش اللي فات لعب مساك، فدي حاجه برده ايجابيه، والراجل بيحاول اللعيبه برده بقى عندها كذا اوبشن اللي هي تلعب في كذا مكان، النهارده فخري برده بيلعب النهارده باك رايت في اول مره، يؤدي برضو اداء مميز بالنسبه لاول مره بيشارك في مكان زي دوت يعني، حاجه جديده، فالحمد لله حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. طاهر النهارده برضو بعد غياب كبير جدا بيؤدي اداء مميز فنيا وبدنيا، بيرستاو بعد غياب برضو كبير بيرجع لنا تاني الحمد لله باضافه،
السوليه برضو الحمد لله بنطمن عليه النهارده، حاجه برضو من الحاجات الايجابيه. فاعتقد الحمد لله يعني الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تمشي على زي ما الراجل يعني يتمناها، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق في الاخر ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، توعدوا الجماهير بايه قبل السفر للمغرب؟ اعتقد دور كبير جدا لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق. طبعا اولا بشكرهم طبعا النهارده برضو نفس الدعم اللي بيعملوه كل مره لينا واللعيبه، التحفيز اللي بيعملوه، الدوافع اللي بيدوها اللعيبه، طبعا بشكرهم طبعا عليه. واتمنى ان شاء الله ان احنا كل مره بنتكلم فيها ان احنا عاوزين هنقاتل عشان نحاول نوصل لاحسن حاجه عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي اللي بالنسبه لنا هو ده التحدي الاكبر يعني. اتمنى ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق وان شاء الله نوصل لمكانه ان شاء الله ترضي جمهور النادي الاهلي باذن الله.